ايجو شو صار معك مشان تحجز الاستوديو؟ اوكي اوكي طيب دبر استب معرفتك وخبرني. يلا باي. الو كيفك نور؟ شو وين قررتوا تجتمعوا؟ ايه شو اسم الكافيه؟ وينو هاد؟ ايه ماشي ماشي جاية، بس استنوني ما تفوتوا من دوني. اوكي يلا باي. يس يعني شو ما حكينا بتشوفوا كثير ظريف. ايه والله جاي عليه بهالمرة؟ ليه ما قلتي لي؟ لا لا شوفي والله كثير حلو هالكافيه. مشان تعرفوا نور ما بتجيبكم على اي مكان. خير استور فيها شي لقطة من الفيديو كليب تبعي. بتعرفوا بس احلى من الكافيه شو؟ جنبتنا يا صبايا. مو ناقصنا غير لبنى وليلى، يا ريتهم معنا، يا ريت ترجع ايام زمان. ايه والله رزق الله على العربيات، يا الله شكلنا مبسوطين. شو قصدك يعني انت هلا مو مبسوطة؟ لك مبسوطة يعني بس مو مثل الأول، بالأول هيك كنت عصفور طيار وين ما بدي يلا يلا يلا. كنا لعمينا ومشينا لحفينا، حاجتك بقى. شو شو قصدك ليه؟ لا شو قصدك شو قصدك؟ لو سمحتي ديموزيل. لبنى سميحة أكيد أكيد انحرجت. ليش بدها تنحرج يعني لطيش قصة؟ شو ليش بدها تنحرج؟ لو بدها تشوفني كانت اجت سلمت. يا جماعة أنا بقترح نغير المحل. لا ولبنى نتركها؟ ليش هيك عملت؟ ليش هربت؟ ليش هيك أنا خايفة؟ معقول أنا أهرب هيك من الصبايا؟ بعدين لأنت بدي طبعاً كذب عليهم وعلى حالي. أنا ما عم بعمل شي غلط، أنا ما لازم أهرب. لبنى شو مشكلتك انت اليوم؟ ولا شيء ولا شيء. شلون ولا شيء وانا شايفك مره بتهربي من الزباين مره بتلحقيهم لبرا، شو عم بيصير معك انت؟ ما عم بيصير شيء. ومنو هدول البنات اللي فاتوا على المحل وعملوا شوشره وحتى كاسه مي ما طلبوا؟ رفقاتي. وهي البنت اللي كانت معهم مو دادو اللي بتغني؟ بلا هي دادو. وانت ليش هربتي لما شفتيهم وما حكيتي معهم؟ استاذ مو انت قايل لي انه ما احكي مع حدا من الزباين وانه اذا حكيت مع حدا رح تقلعني؟ ايوه يعني انت كتير حريصة على التعليمات. على كل حال الانذار تبعي لساته شغال، تفضلي على شغلك. ما عم صدق هلا شو رحنا وين؟ رح نجي بكرة على نفس الكافيه. لا وبركي طنشتنا وما ردت تحكي معنا؟ ايه لا ما بظن. وانا ما بظن انا يعني بس انه اليوم هيك صار معنا لو تفاجأت فينا. اسمعوا اسمعوا شوي. تفضل استاذ هي الحساب. خير لبنى مو على بعضك متلكة ليش؟ حسان بعدين بحكي معه مشان الله تلاقي لي شغله غير هالشغله والله العظيم رح توق. حدا عم بيزعجك هون؟ بعدين بعدين نحكي. شو بتحب تاخذ استاذ؟ واحد نسكافيه. نسكافيه حضرتك؟ على عيني. حسان ده المختصر الوضع هون ما بينطاق ولا يهمك. تفضل استاذ. لبنى لو سمحتي شوي. نعم استاذ. مين هذا الشاب يلي كنت عم تحكي معه؟ هذا شاب قرايبي واسمه حسان. بعدين انا ما كنت عم بحكي معه، انا عم بتعامل معه مثله مثل اي زبون. انا ما رح اتناقش معك بس بدك تعتبري انه هذا اخر 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 تحذير بالنسبه لك. مع الزباين ما في رغي وفتح سيار. تفضلي على شغلك. Thank you.
ومجروحي. يا مش اشتقت لك. انا اشتقت لكم كثير. سموها هزوري هزون. كيف لكم كفوم؟ والله يسا اشتقت لك. عدو في عندي كثير حكي بدي احكي لكم يا عدو. تعي بس ما قلتي لي هذا شو بدك تعملي فيه؟ خلص انا تركت الشغل ما عاد بدي. وبهالمناسبه عازمكم على شو ما بدكم. منى لو سمحتي شوفي الصبايا شو بيشربوا. انا بدي اوكي هات شوكليت. نعناع ليمون مثلها. العمص وهي ليش بطلت تشتغل مضيفه؟ لانه اخر مره وقت كانت طالعه بالطياره عم طياره هي وعم تهبط ما فتحوا دواليبها. العمص ايه شلون هبطت على بطنها؟ لك لا بعدين فتحوا الدواليب بس بعد شو يا حرام بعد ما اكلت رعبه الله مولاها من يوميتها صار عندها عقده من الطيران قررت انه تصير مضيفه بس مو بالجو على الارض. هي احسن الشغل على الارض اكوس. اكوس اذا ما طارت. ليش رجعت الطير؟ لك لا صاحب الشغل طيرها اليوم. يا حرام المسكينه ايش قد حظها قليل. ايه وهلا ايش تساوي؟ ميدو قال ضربت على صدره وقالت خلاص انا بدي حل لها مشكلتها للبنه ولا سمسمه. ليش ايش مشكلتها سموحه؟